هذه الصورة لمناورات تروكستون المدمرة الأمريكية في بحر العرب يوم 20 من شباط فبراير 2023، والصورة هذه الأخرى في يوم 26 من مارس 2023، أي بعدها بشهر، والآن تناور لنفس الغرض. وهذه الصور في بحر العرب لأن DDG أو هذه المدمرة لا تستبعد المواجهة مع إيران، وتعتقد بهجوم ناري عليها من طرف الإيرانيين والحرس الثوري في بحر العرب، فيما سلمت شهادات للتقنيين المجددين على ظهرها، وأيضا بمشاركة ضباط مصريين وأردنيين كما كان الحال عليه في مناوراتها بخليج العقبة. وهذا تطور استثنائي اليوم عندما ناورت من أجل التدخل في دولة ما يعتقد أنها إيران. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار الشرق الأوسطية. مناورات مدمرة الأمريكية من طراز أرلي بارك في بحر العرب، والذي يشمل ضمن ما يشمل مناورات ضد ما يسمى بالحرائق ضمن ما دعي بالقصف الموجه، وهذا ناتج عن إمكانية إطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني. وهذا معلوم، إذن أمامنا هذا التصرف الأول، لكن في واقع الحال وكما نرى تقنيا فإن هذه المدمرة وهي صاروخية بالأساس، فإن الإطلاق الذي يحدث مع كل الصواريخ يستوجب مناورات من هذا الحجم، وهذه من الناحية التقنية. لكن راغب الأمريكيون في توجيه هذا الوضع إلى اعتبار التهديد المحتمل، وأيضا سيناريو التدخل الذي تمارسه الآن تروكستون بشكل واضح جدا ضد ما سمي بأراض لا بد من الانطلاق منها مرة ثانية. وهذا يكشف إلى أي حد تكون مناورات الولايات المتحدة الأمريكية تبعا لأمرين اثنين أو اعتبارين. الأول أن بحر العرب سيتعزز بمدمرة أخرى، وأيضا بصور نشرنا في فيديو سابق ضباط مصريين على ظهر أملتون من أجل مرورها في السويس وباتجاه إيران مرة ثانية إلى بحر العرب. إذن أمامنا تروكستون وأمامنا أيضا مدمرة أخرى أملتون، وبالتالي فإن اليوم هناك سعي لمحاولة الضغط على بحر العرب وتحويله إلى منطقة ساخنة. إذن هذا هو الإجراء الأول. والإجراء الثاني هو كشف حجم المناورات ليس فقط أمام التهديد المحتمل فقط من طرف الحرس الثوري الإيراني، وإنما أيضا بإعادة الانتشار فوريا على الأراضي الإيرانية. ومجرد أن يكون هناك مناورة بمثل هذا الحجم، لأننا عندما نعود إلى ما حدث في العقبة عندما حضرت تروكستون إلى مناورات أخيرة هناك، كان في خليج العقبة يساوي تماما هرمز، وأيضا بالنسبة للإقفال الهجوم، أيضا بالنسبة للسيطرة على أراض ساحلية مباشرة لقيادة عمليات، كل هذا كان تحت إنجاز واضح. ولذلك صاحب المصريون والأردنيون الآن الاستراتيجية الأمريكية إلى أبعد حد، وبالتالي فإن ما يجري الآن على صعيد البحرية المصرية كحليف لسنتكم، وأيضا بالنسبة للقواعد الجوية انطلاقا من الأردن، هذا يساوي جيشا بكامله. حاليا يراه على الأقل الأمريكي بأنه القادر على التصرف والتدخل، مهم جدا هنا، والتدخل على أجزاء من الأراضي. وهنا يطرح سؤال، لماذا هذه المناورة وبهذا الشكل؟ قد يكون أولا ما حدث في العقبة هو نفسه ما قد يحدث في هرمز،
هذه زاوية، وهذا يمكن أن يكون مقبولا جزئيا على سبيل السيناريوهات والافتراضات العملانية، يمكن ذلك، لكن أن يصل الحال إلى إعادة وتكرار هذه المناورة في أقل من 5 أسابيع، ثم ثانيا أن هناك احتمال لمثل هذه المواجهة، وثالثا هناك حالة إنزال وضربة صاروخية وبسيطرة جزئية على تطهير جزء من السواحل والسيطرة عليها وأيضا العمل عليها، فهذا يعد بمثابة جرأة استثنائية، لا بالنسبة لمثل هذه الخطط ولا أيضا بالنسبة لماب. هذا قد يعد أيضا خططا أخرى موريتوريوس. إذن أمامنا خطة من قلب هذه المدمرة تجعل من هذه المنطقة وبمدمرتين صاروخيتين في اتجاه معاكس وأيضا للعمليات انطلاقا من شمال جنوب جنوب شمال من حيث التوجه أو فوق تحت من لتقريب الوضع، فإن هناك إطار عملاني بشكل مباشر بمدمرتين صاروخيتين تجعل من الحجم الطبيعي اليوم حوالي 300 صاروخ يمكن بهاتين المدمرتين تحويل منطقة إلى خراب. معنى ذلك أن إطلاق حوالي 300 صاروخ هذا يكشف إلى أي مدى يمكن أن نعرف ما الذي يريده الأمريكي من هذه القوة النارية. ولماذا القوة النارية بهذا كله؟ لسبب رئيس، لأن هناك دعوة أمريكية من أجل إعادة السيطرة على هذا المنفذ البحري من جهة، وتأمينه من جهة ثانية، ومحاولة فرض إبحار السفن الإسرائيلية بشكل أكثر أمانا، ولا يمكن للإيراني أن يتحرك باتجاهها. هذا إحدى الأولويات الآن لضمان ما سمي بالأمن البحري. ثانيا، المزيد من السيطرة على مناطق حرجة وحساسة، وحيث أن هناك إمكانية مصادمة الآن، هذا الذي نراه وبدعم أردني ومصري هذه المرة انطلاقا من ترازي أرليبرغ عبر أميلتون أو تروكستون، كل هذا يعمل من أجل فرض معادلة جديدة في بحر العرب عموما، وهذا سيكون له ما بعده. لذلك فهناك اعتماد على سيناريو تدخلي، وهذا شيء هام أيضا بالنسبة للقصف على حوالي 150 هدفا، وهذه إمكانية سريعة في التدخل وإيلام الطرف الآخر. المسألة التي يمكن اليوم تأكيدها أن هناك إمكانية لعمليات من داخل البحر، من داخل المياه وفي قلب بحر العرب. ستكون هناك ضربات ضد إيران انطلاقا من بحر العرب وعبر مثل هذه المدمرات الصاروخية، وبعدها مباشرة سيتوقف كل شيء، لأن القصف سيأتي ضد هذه المدمرات، هاتين المدمرتين على وجه دقيق، ويمكن إغلاق هذه الصفحة لا مع الخليجيين ولا مع الإسرائيليين. وهكذا فإن قيادة العملية انطلاقا من سيناريو بحث أمريكي، هذا يضعه الأمريكي ضمن خططه بعيدا كل البعد عن الانطلاق من الخليج العربي، من دول الخليج العربي بالجملة، وأيضا من إسرائيل. العملية تتم عبر مدمرتين صاروخيتين بحوالي 300 ونيف من الصواريخ موجهة بشكل أوتوماتيكي باتجاه الأهداف المرغوب قصفها، وآنذاك تكون المواجهة بحرية بحتة.
والوصول إلى الأراضي الأمريكية يصعب ذلك. ثانيا أن هذه القواعد الآن محصنة باتفاقيات، وبالتالي فإن لا انطلاق لأي طائرة منها ولا أيضا للدفاعات ولا لغيرها. إذن بالنسبة لإيران لن يكون لديها اليوم هامش قصف القواعد الأمريكية على الأراضي الخليجية. معنى هذا أن إمكانية حضور لأكثر من إبحار لغواصة الآن واحدة في الخليج واحدة من خارجه مع مدمرتين من أرلي بيرك، وهكذا يمكن أن يكتمل عدد 550 صاروخا. إنه السيناريو الأصعب والذي الأمريكي الآن يتمرن عليه قبل ساعات من الآن. ننقله لكم مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.